أجمل زيت سيارات فاخرة في العالم. مرسيدس مايباخ زيت كابريوليه. في الصيف الماضي كشف كبار مصممي مرسيدس أمام محبي العلامات التجارية عن مفاجأة حقيقية، حيث قدمت شركة سيارات أنيقة قابلة للتحول على أساس مرسيدس مايباخ زيت كابريوليه، وهي سيارة كهربائية مجهزة بأربع محركات كهربائية، وتصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة في أقل من 4 ثوان، وسرعتها القصوى تصل 250 كم في الساعة. وطورت شركة المصنعة هذا التصميم اللامع لدرجة أنه يمكن مقارنة سيارة مع اليخت الفاخر، وتجر الإشارة إلى أن القماش مزين بالخيوط من الذهب الوردي، والعجلات المعدنية الخفيفة مصنوعة حصريا لهذه السيارة الفاخرة، والأرضية الخشبية مرصعة بالألمنيوم، وهناك شاشتان على الزجاج الأمامي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السيارة لديها أيضا أجهزة الاستشعار البيومترية التي تراقب حالة السائق والركاب. مولسان جراند ليموزين. وفقا لشركة المصنعة، فإن هذه السيارة هي التجسيد النهائي للفخامة والتجمع الفردي، ويتم تصنيع كل نماذج من سيارة مولسان جراند ليموزين الكبيرة من قبل الحرفيين في شركة بنتلي مولين المتخصصة في الطلبات الفردية. وتحتوي هذه السيارة الفاخرة على سقف مرتفع بالمقارنة مع السيارات المماثلة، مما يعطي للركاب والسائق شعور بالراحة أثناء رحلتهم. والمساحة الداخلية لهذه السيارة تشبه مقصورة طائرات خاصة بسبب المقاعد التي تواجه بعضها البعض، ولا داعي للقلق بشأن الخصوصية التي يضمنها الزجاج الذكي الذي يفصل بين جانب الركاب والسائق، لأنه ذكي بفضل التكنولوجيا التي تتحكم في درجة شفافية الزجاج. والسقف مصنوع من الخشب المصنوع يدويا، والفضاء الداخلي بأكمله مصنوع من الجلد. كما يجب الانتباه إلى ثلاث لوحات تظهر التوقيت المحلي بتوقيت غرينتش ودرجات الحرارة الخارجية في مكان القيادة. وهناك قسم لطاولة المكسوة بالأثاث والقابلة للطي، وسعر هذه السيارة الفاخرة يصل حوالي 500,000 دولار. رولز رويس وارث لوميري. هناك سلسلة حصرية من السيارات تم إنشاؤها خصيصا للمجموعة الخاصة من محبي السيارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم، وتعد سيارة رولز رويس وارث لوميري واحدة من تلك السيارات. وهناك 55 سيارة فقط من هذا النوع في العالم، ويتم تغطية جسم السيارة بطلاء مصمم خصيصا لهذه السلسلة من السيارات. واللون الرمادي الداكن للسطح هو عبارة عن تدرج من الألوان النحاس الدافئ، وزينت الأجنحة الأمامية للسيارة بنمط موضعي يصور أشعة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الداخلية للسيارة مصنوعة من خشب البلوط الذي تم جلبه من غابة جمهورية تشيك، وتم دمج الإضاءة في الألواح الخشبية للأبواب باستخدام مصابيح الليد. وعندما يتم الضغط على الزر من الداخل توفر هذه المصابيح ضوء دافئ ومريح. أما سقف هذه السيارة فقد أضاف عليه المصممون بعض اللمسات النادرة في تصميم السيارات، حيث تم إنشاء سمان صناعية مليئة بالنجوم التي تتكون من 1340 عنصرا مضيئا من الألياف البصرية. وبالإضافة إلى ذلك، لقد تم وضع الطلاء يدويا واستغرق هذا العمل حوالي 20 ساعة. وبالطبع، فإن المقاعد الأمامية والخلفية والجيوب الداخلية للأبواب كلها مغطاة بالجلد، وغطاء الذراع المركزي مغطى بنسيج من الفولاذ المقاوم للصدى المبتكر والمنسوخ بشكل جيد. وفي النهاية تصل تكلفة هذه السيارة إلى 402,000 دولار.
مرسيدس مايباخ اس 600. هذه السيارة مجهزة بالعديد من التفاصيل المصممة لضمان أقصى قدر من الراحة والسلامة لكل من السائق والركاب. كما أن سيارة مرسيدس مايباخ اس 600 المعروفة أيضا باسم نجمة الحلم لديها العديد من المزايا، وعلى سبيل المثال في وقت ظهورها لأول مرة كانت تعتبر أهدأ سيارة في العالم، ومميزاتها البارزة تشمل مكبرة الصوت بروميسير التي تتوفر على الصوت من الدرجة الأولى، ولديها أنظمة التدفئة والتبريد، وتم تجهيز الجزء الخلفي للسيارة من الدرجة الأولى بأريكة كبيرة مع وحدة التحكم التي وضعت في مسند الذراع. وكل شخص سوف يرى أن هذه السيارة هي بالفعل نجمة الحلم، حيث أنها تتوفر أيضا على 24 من أجهزة المحركات في الداخل لضبط التوازن، وتجر الإشارة إلى أنه يمكن تحويل واحدة من المقاعد الخلفية إلى سرير مريحة. ومن بين الأمور الأخرى التي تتميز بها المقاعد الخلفية هو المدلك الكهربائي، ويكون تأثير مشابه للتدليك باستخدام الحجارة الساخنة، ويمكنك أيضا تغيير شفافية السقف. وبينما أنت مستلق بشكل مريح في المقعد الخلفي سوف تستمتع بسماء زرقاء جميلة، ويمكنك شراء هذه السيارة بسعر يصل إلى 450 ألف دولار. أودي A8 L 2018. هذه سيارة أخرى تم تصميمها من أجل رجال الأعمال، ولكن أولا وقبل كل شيء يجب أن تنظر إلى قاعدة العجلات الطويلة الملفتة للنظر، وهذا سمح للديناميكية الرياضية أن يتم إدراجها في هذا التصميم الرائع. كما أن سيارة أودي A8 L مجهزة بعدد كبير من أجهزة الاستشعار التي ستوفر الدعم في أي حالة تقريبا، كما أنها توفر المعلومات حسب الحاجة، وتقترح أفضل طريقة للتصرف في المواقف المعينة. والمساحة الخلفية للركاب رائعة جدا، حيث أنهم لا يشعرون بالضيق ولا يشعرون بالاهتزاز، لأن السيارة توفر مستوى عال من الراحة، والتي تحققت بفضل المقاعد القابلة للتعديل مع وظيفة التدليك المدمجة والدعم لوضعية السائق الأكثر راحة. ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخلفي للمقاعد الخلفية يحتوي على نظام تدليك القدم ونظام جودة الهواء، يوزع رائحة لطيفة في جميع أنحاء المساحة الداخلية للسيارة، ويمكنك الاختيار بين اثنين من الروائح المنعشة. ويصل سعر سيارة أودي A8 L 2018 إلى 100,000 دولار. مازيراتي كواتروبورتي. تم تصميم هذه السيارة للأشخاص الذين اعتادوا على المنتجات الحصرية، كما أن الموقع الإلكتروني للمصنعين ينص على أن أول سيارة مازيراتي كواتروبورتي الفائقة في العالم تم تصميمها من أجل شخصية البارزة، وهي مزيج فريد من التطور الرياضي والتصميم الإيطالي الرائع. ولكن في البداية يجب أن تنظر إلى المصد الأمامي الأنيق والممزوج بالكروم، والعجلات الأنيقة هي تكملة لهذا التصميم الأنيق والمثير للإعجاب، والفضاء الداخلي مزين بالحرير الطابعي المصنوع من قبل دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، التي تذكرنا بأن الشركة المصنعة لهذه السيارة الفاخرة هي فقط التي تقدم مثل هذا التصميم الرائع بلمسة من الحرير الطبيعي. والعناصر الفخمة الأخرى هي الزخارف الخشبية وعجلة القيادة المزينة بالجلد. وهناك أيضا بعض المزايا الأخرى للسيارة التي تشمل دواسات الوقود الكهربائية، وفي الغطاء الخلفي هناك نظام للتحكم في المناخ بأربعة أوضاع، كما أن المقاعد مجهزة بنظام التدفئة والتهوية. وأهم شيء والتركيز على الطابع الرياضي للسيارة، وتتميز هذه النسخة بمأخذ الهواء الكبير المدمجة في الأمام وعلى الجانبين بحجم صغير. وبالنسبة للمقاعد الأمامية والخلفية فقد تمت صناعتها من الجلد، ولديهم دعم جانبي واضح لتوفير الراحة العالية حتى في المنعطفة الحادة. واللمسات الأخيرة هو اللوح الأسود اللامع المزخرف بالخشب والفولاذ المقاوم للصدى. ويتراوح سعر هذه السيارة الفاخرة من 210 إلى 350 ألف دولار.